وللتعليق على هذا الموضوع معنا من عمان الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق. مرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم. دكتور، الهيئة أكدت أن أحد فصول الصراع على النفوذ في المنطقة بين أمريكا وإيران انتهى بمقتل قاسم سليماني، هل من توضيح أكثر؟ نعم أخي الكريم، هذا ما أكده بيان هيئة علماء المسلمين اليوم، بأنها تعلم يقينا كما يعلم جميع العراقيين أن النفوذ الإيراني كبير وواسع جدا في العراق، بل إيران كانت هي المتحكم الأول في الشأن العراقي الداخلي خصوصا منه والخارجي في أكثر جوانبه فيما مضى من السنين القليلة الماضية. إيران مثلها قاسم سليماني في العراق، وأصبح قاسم سليماني يتحكم بالعراق وقراراته الداخلية وتنصيب الرؤساء سواء رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، كله لا يمكن أن يمر إلا بموافقة إيرانية، والمسؤول عن هذا الملف هو قاسم سليماني. بل وصل الأمر إلى أنه أصبح قاسم سليماني يفرض أسماء بدرجات وظيفية بمستوى مدير عام فما دون. نعم. إيران في السنوات الأخيرة استطاعت أن تبسط نفوذها في العراق وتبعد النفوذ الإيراني أو تقلصه شيئا فشيئا. لذلك كان هناك دائما صراع نفوذ في العراق بين أمريكا وإيران. كان الموالون لأمريكا من السياسيين يتناقصون على في السنين الأخيرة. بالمقابل النفوذ الإيراني كان يزداد أكثر من الموالين له من السياسيين الذين هم بالأصل فاسدون، لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية على حساب الشعب العراقي. الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، نعم هو قد انتهى أحد أهم فصوله وهو فصل تسلط قاسم سليماني وبسط نفوذه في العراق. نعم. سيكون هناك صراع جديد وفصل جديد، سيكون لاعبون جدد في هذا الصراع. طبعا كل ذلك يدور ويجري بسبب تسلط الفاسدين على العراق والمحاصصة الطائفية. لكن دكتور، يعني ألم توصل العراق في الهاوية؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية التي أوصلت إيران إلى هذه المرحلة من النفوذ، لا سيما بعد احتلال العراق عام 2003؟ نعم، إيران لم تستطع أن تبسط نفوذها في العراق وتتغول في العراق لولا السماح الأمريكي لها منذ احتلال العراق عام 2003. أمريكا تعاونت مع إيران في احتلال العراق، وهذا اعترف به الساسة الإيرانيون ولم يعد مخفيا على أحد. أمريكا وإيران تعاونوا على هدم الدولة العراقية وسلب خيرات العراق ونجحوا في ذلك. لكن الذي حصل وكانت النقطة الفارقة ثورة تشرين، مهمة كانت في جعل شرخ كبير بين إيران وأمريكا. لسنوات كثيرة أمريكا سمحت لإيران بالتمدد والسيطرة على العراق وسوريا ولبنان واليمن، لكن التحرك الأمريكي هذا لم يكن من أجل العراقيين أبدا، وإنما كان يدخل تحت مصالحها الخاصة فقط، أقصد مقتل سليماني ومن معه. وبالمناسبة هذه العملية لم تأتي لخدمة مصالح بعض الدول الأخرى كما أشار بيان الهيئة اليوم، لأن هناك من يتوهم أن أمريكا تكترث لمصالح الآخرين بمن تسميهم الحلفاء، فهؤلاء أيضا أمريكا تستخدمهم لمصالحها كأدوات تتحرك أو تحرك ملفاتهم كلما تطلب الأمر واستدعى الأمر فيما يخص الجانب الإيراني. نعم دكتور، في المقابل أنتم تحدثتم عن ثورة تشرين، لكن كيف ساهمت هذه الثورة في تأجيج الصراع بين أمريكا وإيران؟ وهل هذا هو السؤال الآن بعد عملية الاغتيال الأخيرة، هل تعتقد أن الثورة ستستمر في زخمها؟ ثورة تشرين، ثورة الشباب العراقي الواعي، نعم استطاعت أن تجعل الصراع الأمريكي الإيراني الذي كان شيئا منه خفيا في العراق، استطاعت أن تجعله يطفو على السطح ويكون اللعب على المكشوف كما يقال، وليس في الغرف المظلمة. استطاعت ثورة تشرين أن تكشف للعراقيين والعالم جميعا الموالين، من هم الموالون لأمريكا، من هم الموالون لإيران، من هم المؤتمرين بأمر إيران من السياسيين والأحزاب الطائفية الفاسدة. استطاعت أن تكشف حجم التآمر على العراق، استطاعت أن تقبر الطائفية، هذه الثورة استطاعت أن تقبر الطائفية التي مارسها السياسيون على الشعب العراقي على مدار 16 عاما عن طريق الأحزاب وعن طريق الميليشيات وعن طريق الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلالين الأمريكي والإيراني.
استطاعت ثورة تشرين أن تؤجج الصراع الخفي كما أشار أو بيّن بيان الهيئة اليوم، وتصل إلى أن تضرب الظالمين بالظالمين. نتج عن ذلك مقتل سليماني المجرم الذي كان يأمر بقتل العراقيين وسفك دماء آلاف الأبرياء من العراقيين والسوريين وغيرهم. استطاعت أمريكا في هذه العملية أن تبدأ فصلا جديدا من بسط النفوذ في العراق بعد مقتل سليماني. أما فيما يتعلق في الثورة فالمتوقع حسب المعطيات الموجودة على الأرض أن الثورة ستستمر ولن تتوقف بهذه العملية، لأن الثوار هم أصلا خرجوا لإيقاف النفوذ الإيراني الموجود في العراق، وأيضا خرجوا على التدخلات الأمريكية السافرة والتي كانت سببا وهنا نتوقف دكتور ثامر في الحقيقة، والسؤال التالي بكل تأكيد، هل تعفي هذه الخطوات الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في العراق؟ ليست فقط إيران التي أوصلت العراق إلى ما وصل، إنما أيضا أمريكا كان لها دور سيء وسلبي وما يزال حتى الآن. نعم أخي الكريم، بيان الهيئة اليوم كان واضحا بأن قتل سليماني والمهندس ومن معه من القتل الإيرانيين والعراقيين من أعوان وأذرع الاحتلال الإيراني في العراق على يد المحتل الأمريكي لا يعفيها من مسؤولية الدماء التي أريقت في العراق منذ عام 2003 وإلى إلى إلى يومنا هذا على يد هؤلاء المجرمين، لأن أمريكا هي من دعمت هؤلاء وهي من أوصلتهم إلى ارتكاب أبشع الجرائم سواء في العراق سواء في سوريا سواء في لبنان أو غير ذلك. فإن قتلهم وهذه العملية هي لا تأتي لأجل مصلحة الشعب العراقي، وإنما هي أتت لحسابات أمريكية خاصة لا علاقة لها أبدا بمصالح العراق ومصالح الشعب العراقي، خاصة ربما باستعداد ترامب لجولة انتخابية جديدة. كيف يمكن دكتور أن يكون مقتل سليماني بابا لتسويات جديدة سياسية بين الطرفين في المنطقة؟ مقتل سليماني كان حلقة رئيسية إيرانية في العراق. مقتله الآن أصبح فتح الباب أمام الأمريكان في اختيار رئاسة حكومة جديدة، في اختيار ممثلين لهم ووكلاء لهم في العراق. هذه تسوية مهمة ربما تلعب عليها أمريكا. هناك أيضا تسوية لملف الميليشيات، هنا أمريكا تطمح لأن تقلص من نفوذ الميليشيات، لأن حصل في السنوات الأخيرة عدم توازن بين الصراع الأمريكي والإيراني وتفوق صراع النفوذ الإيراني على الأمريكي في العراق. أمريكا الآن تريد أن تعيد التوازن ولا تريد حل المشكلة في العراق. هذا جانب مهم ونقطة مهمة يجب أن يلتفت إليه العراقيون جميعا. أمريكا لم تأتي لأجل خدمة العراق وإنما لخلق توازن في الملف العراقي ما بين النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي. نعم دكتور، كيف سينعكس غياب سليماني على الميليشيات والوضع العام في العراق؟ طبيعة كل ميليشيات إذا كانت طبعا معلوم أن الميليشيات كلها تأتمر بأمر سليماني، الأمر المباشر الذي تأخذه الميليشيات هو من سليماني. سليماني لديه وكلاء، كان لديه أبو مهدي المهندس الرجل الأول، ثم العامري، ثم بعض زعماء الميليشيات المجرمين الذين أوغلوا بدماء العراقيين. هؤلاء يتشتتون شيئا فشيئا وسيأتي قائد جديد يمتثلون لأمره، لكن ليست لديه الملفات الكاملة التي كان يحملها سليماني والذي كان يأمر جميع العراقيين جميع زعماء الميليشيات والمتسلطين على رقاب الشعب العراقي من الحكومات والأحزاب الفاسدة. لذلك سينعكس سلبيا على هذه الميليشيات، وسنرى في القريب العاجل هناك تفكك بين الميليشيات وهناك ضمور لزعماء والتوسع الميليشياوي في العراق. شكرا جزيلا لك الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.